الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أذن لصلاة المغرب هنا في رحاب البيت العتيق في مكة المكرمة، بينما هذا الشهر بعبير دروسه يترك فينا دروسا عظيمة. سلام عليك يا شهر رمضان، يا شهر البر والإحسان، جعلتنا في مضمار التنافس نسعى ونجتهد، وفي ميدان التسابق نستبق. كم من أكف ضارعة رفعت ودموع ذرفت. يا شهر رمضان، بأيامك ولياليك كن شاهدا لنا لا شاهدا علينا، بما أودعنا فيك من صيام وقيام وصلاة وبر وإحسان. كيف لا؟ هذا هو حالنا،
قبل مجيئك يا شهر رمضان، وهذا هو حالنا، فهلا ملأت التقوى قلوبنا؟ هل صلحت أعمالنا؟ يا رب أنت أعلم بما في الصدور. يا سامع الأصوات ومجيب الدعوات، إلهي أجب دعاءنا إليك، وأفضي علينا من كريم فضلك وواسع إحسانك، ردنا إليك ردا جميلا غير خزايا ولا محرومين. أستر علينا بسترك، أطعم جائعنا، وارحم ضعفنا، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. إلهي أنت محل الرجاء ومناط الدعاء، نحن عبادك، إلى فنائك لجأنا، إلى متنزل رحمتك تطلعنا. يا غافر الذنب وقابل التوب، مجيب دعوة المضطر، أجب يا الله ضراعة المتضرعين إليك، وأقبل يا إلهي ضراعة الخاشعين من عبادك. ها نحن نلوذ بعظمتك يا عالم السر وأخفى، لا تحرم عبادك اليوم لذة القبول وبرد الرحمة، فقد تجردنا أياما وليالي من مشاغل دنيانا، وها نحن اليوم في رحاب طاعتك، أجبنا الدعوة ودعوة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم أمنحنا لحظة الرضا ونيل المنى، وأغسل من نفوسنا أدران الخطايا، أنت العالم بما في قلوبنا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا أيها الإخوة المصلون، تقيدوا بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين الصفوف حفاظا على صحتكم، تقبل الله منا ومنكم. اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك